ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. אנחנו מאוד, אני עדי מעוז, אני מנהלת שותפה בסדק רעות. انا فداء طبعوني ابو دبي مدير شريك في جمعيه مهبخ تغيير אנחנו רוצות לברך את כל הנוכחות והנוכחים שהגיעו ליום העיון שלנו. אנחנו מאוד שמחות اليوم الدراسي ونحن سعداء لانكم كرستم هذا الوقت لتاتوا لتسمعوا عن هذا الموديل. יום העיון הזה הוא הזדמנות. هذه الندوه تتحدث عن الموديل الذي يتحدث عن تقديم الشراكه اليهوديه الفلسطينيه. الموديل تصار של עבודה ש وهذا الموديل هو ناتج عن عمل ومشروع مشترك خلال تعليق لميدان שנמשך במהלך השנתיים בקצת האחרונות. מבחינתנו יום העיון הזה הוא بالنسبه لنا هذا اليوم الدراسي نريد من خلاله مشاركتكم بنشاطاتنا وسغور بالمبان هذا ش نحن كشني ارغونين شو نسيم عوده شتخ نحن جامد سمحين لكيام تعليق لميضه مشطف وتعليق استقلال مشطف على العوده ش assiنا وعلى الموديل ش نحن نسيج ولاصوت خشيبه مشطفه وللمود من كل النخخين والنخخات كيف لاصوت العوده شنو بصوره كيف لهتيب اوتا كيف להגיע ליותר אנשים, איך לעשות עבודה משמעותית יותר. אז מבחינתנו זה ממש הזדמנות לחשיבה משותפת. انا شخصيا واحنا بمهبخ تغيير بسعدنا كثير انه هذا اليوم الدراسي عم نقيمه بعد شراكه اللي استمرت سنين ولكن اخر سنتين بشكل كثير متواصل مع صداقه رعود وكمان اوكسفام كانت جزء منها. سيروره اللي علمتنا, انا شخصيا انضميت لها بس بالسنه الاخيره ولكن علمتنا كثير عن عملنا الداخلي وبسعدنا كمان انه نشارككم فيها اكثر. واحنا بنشوف اليوم نوع من فرصه انه نتشارك نسمع وتسمعونا ونقدر نطور حالنا اكثر ونطور تاثيرنا كلياتنا بانه نبني مجتمع افضل للجميع. لا يمكن الحديث عن الشراكه بدون الحديث عن الوضع السياسي والاجتماعي اللي موجود. العداله الاجتماعيه والمساواه هي كل الوقت حلم اللي احنا بدنا نوصل له, ولكن بظل الوضع السياسي الراهن وما زال الاحتلال موجود كل وقت احنا بنواجه صعوبات وتحديات. مع مرور الوقت احنا عم نحس انه كمان المجتمع الفلسطيني وكمان المجتمع اليهودي عم بيصيروا متطرفين اكثر واكثر, وهي كمان تحدي لنا بانه نواجهه ونقدر نتعامل معه. في حتى اصوات محبطه اكثر واكثر بداخل المجتمعين اللي بتلغي الاخر, بتلغي المختلف, بتلغي اللي بيفكر بطريقه مختلفه, وهذا كمان بزيد تحديات قدامنا. من جهه ثانيه عم بزيد التشهيل السياسي ممكن نسميه, اللي من خلاله في فرصه اكثر لفرض سيطره, لفرض السيطره والهيمنه ليهوديه الدوله. وبهي الطريقه عمليا عم نشوفها من خلال مصادره الاراضي, هدم البيوت, تهجير الناس من بيوتها, واخر حاله كانت لام احمد من عكا اللي بتمثل بفكر مئات العائلات المختلفه بكثير من بلادنا العربيه وبالاساس البلاد العربيه اليهوديه. سن القوانين العنصرية, التضييق على مؤسسات المجتمع المدني, كل هاي عوامل اللي عم بتصعب أكتر وأكتر بتخلينا نواجه صعوبات باليوم يوم. من جهة أخرى عم بنتشر أكتر وأكتر سياسة الفرق تسد اللي عم نعيشها بآخر حالات فرض التجنيد على الشباب من الطائفة المسيحية وعمليا وفرض الخدمة المدنية في بعض الأحيان. احنا عم نعمل مع مجموعات مهمشة فلسطينية ويهودية, وعملنا بتركز بتطوير حراك شعبي محلي بمعنى اللي من خلاله المجتمع المحلي باخذ دور اكثر, فعالية اكثر عشان نقدر نغير الواقع, وبتغيير الواقع هذا ممكن كمان يأثر على تغيير الواقع السياسي العام وانهاء الاحتلال. هذا بالفعل واحد من احلامنا القوية. حلمنا انه نعيش بمجتمع بضمن العيش بكرامه لكل فرد وفرد وبضمن تكافؤ الفرص, ولكن بالاضافه للوضع السياسي احنا عم نعيش بتحديات. احنا عم نعيش بمجتمع ذكوري وابوي اللي عم بفرض هيمنه ذكوريه اللي بتقصي وجود النساء بالحيز العام اذا كان السياسي واذا كان الاجتماعي, وهذا كمان تحدي لنا في المؤسستين اللي احنا عم نتعامل معها. انتشار العنصريه بداخل المجتمع الإسرائيلي بيعتبر عامل مساعد جدا للتفرقة
ولتقليل التأثير تبعنا بتغيير الواقع وخصوصا انتشار العنصرية بالفئات المهمشة. العمل الجماهيري يعتبر أصعب عمل وبحاجة لنفس طويل جدا، بس وهي واحدة من الصعوبات اللي كمان ممكن بتواجهنا إذا كان بالحقل وبالعمل اليومي، وفي بعض الأحيان كمان مع الممولين والمولات. أخيرا وبعدين رح أعطي زميلتي كمان عدي تكمل، علينا أنه نناضل مع بعض ضد الخصخصة، ضد استغلال العمال، من أجل سد الفجوات بجهاز التربية والتعليم، ضد التمييز بأماكن العمل، وضد الميزانيات الهائلة اللي عم بتروح للمستوطنات وبتطور السياسة الرأسمالية وبتزيد الفقر وثقافة الاستهلاك بداخل مجتمعنا. ومهم أن نتذكر دائما أنه الفقر فيه له لون معين، لون لنساء، لون لفلسطينية ولشرقية. אני רוצה להוסיף ככה כמה דברים ולהתמקד בתפקיד של מערכת החינוך אוריד אן אורכז על וظيفת וזרת התרבייה في هذا الموضوع אוריד אן אקולו بعد الكلمات ان وزاره التربيه تقوي وتعزز الهوية الصهيونية في وسط الشباب اليهود، وهي تسهم في تطوير مشاعر قومية والمشاعر القومية الصهيونية، وأن الفلسطيني هو العدو ومحو الهويات الأخرى. ومن جهة ثانية في وسط أبناء الشباب، وسط الشباب الفلسطيني، هذا يؤدي إلى تشويش الهوية الفلسطينية والشعور بأنه مواطن من نوع مواطن مهمش. وهذا يعيق أيضا مفاهيم والقدرة على انتقاد المجتمع ورؤية اللامساواة في هذه بين المجتمعات في الدولة، وكذلك يعيق احتمالات الاعتراض. نحن نعرف أن هناك عدم ثقة التي تتزايد، عدم ثقة، وهذا يمنع قيام نضال اجتماعي مشترك. ونحن كمنظمتين نواجه هذا الشيء يوميا في الميدان، تقديم تعزيز المشاركة اليهودية العربية في هذه الشروط، في هذه الظروف التي تخلقها وزارة التربية هي مهمة صعبة جدا. أنا منفعلة، هذا يتطلب منا جهدا كبيرا ويوميا وتوسيع الجمهور وضم أكبر عدد من الجمهور لهذه الدائرة ولهذا العمل. الشراكة معناها النضال المشترك، ولدينا مسؤولية في تغيير الواقع معا وخلق مجتمع متساوي وأخذ مسؤولية والتقدم لبناء مجتمع مشترك والتي تأخذ بعين الاعتبار الشراكة الجماعية والعمل الجماعي والعيش معا. نريد أن نصف مراحل هذا الموديل اللي استمرت قريب السنتين، كانت بالأساس سيرورة العمل في داخل كانت بديناها عمليا من خلال كمان أنه نتعلم على نفسنا، أسمح لحالي أقول بديناها مع أنه في زميلاتي بديوها قبل، من خلال أنه نتعلم على تجربتنا عملنا. وإحنا مش راح نوسع كتير على المجال لأنه راح نستعرض كمان النموذج، زملائنا إسا راح يستعرضوه، ولكن بالسنتين هدول كان في كتير تعاون بين الجمعيتين، تعاون مع كمان مختصين وخبراء، مع الطواقم كمان اللي شاركت بالسيرورة وبالتعلم نفسه وبالبحث نفسه. احنا كجمعيتين اللي بنتركز بعملنا بمجال التربية والعمل الجماهيري، كان في ركزنا بهدول الموضوعين وحاولنا انه ننفذ الشراكة من خلال منحاول كل وقت انه ننفذ الشراكة من خلال طواقم عمل يهودية وفلسطينية مشتركة على بكل مراحل الجمعيات.
كان مهم إلنا إنه يكون مسار التصور المفهومي، يعني المفاهيمي، يعني الهمسجاء بالعربي، إنه خارجي ومش بس داخلي. وعشان هيك أنا بقول كتير مرات لما أنا بعرف أقول مين أنا بصوت عالي، وأنا متأكدة إنه كلنا بنعرف نقول مين إحنا بصوت عالي ومنشاركه فيه، هذا بيعطينا وضوح أكتر وحوار أكتر لإلنا ولإلكو وللقضية نفسها بإنها تتطور ونقدر نأثر عليها. في سنوات كبيرة للجمعيتين، إذا كان لصدقاء رعوت وإذا كان لمهباخ، في العمل بالحقل بالميدان مع الناس بين الناس، وهذا جانب اللي هو جدا مهم لإلنا، وللأسف الشديد مع الوقت عم نفتقده أكثر وأكثر بداخل المجتمع المدني. ولكن باعتقادنا كمان لا يكفي إنه إحنا لحالنا كمجتمع مدني، إحنا مش لحالنا المسؤولين عن هذا العمل، وفي حاجة للتعاون إذا كان مع أحزاب ومع أطر مختلفة اللي موجودة كمان، وهذا حلم لإلنا أكتر. نشتغل مع مجموعات من مناطق مختلفة وفئات مختلفة، يهودية وفلسطينية، فكان مهم لإلنا مشاركتهم بخلال السيرورة التعلم على النموذج، نسمع كمان أصواتهم وشو بقولهم النموذج وردود فعلهم على النموذج. احنا بنشوف انه مهم جدا تطبيق النموذج مش فقط في داخل مؤسساتنا، انما بكل المؤسسات اللي بتعني بقضايا المجتمع الفلسطيني والمجتمع اليهودي وانهاء الاحتلال وبناء مجتمع عادل ومتكافئ للجميع. عشان هيك نتأمل انه كمان الموديل نفسه يقدر، النموذج والموديل يقدر يفيد كمان المؤسسات اللي بتشتغل في التربية وفي العمل الجماهيري، ومش فقط بقضايا اليهود والفلسطينية وواقعنا هنا. نأمل انه تستفيدوا من خبرتنا اللي حاولنا نركزها بهذا النموذج اللي راح يستعرضوه اسا زملائنا، وبنفس الوقت نقدر احنا كمان نستفيد في تطبيقه بشكل افضل واوسع وله تأثير اكتر. نريد أن نستغل هذه الفرصة لأن نشكر لكل من ساهم وشارك في صياغة هذا الموديل، وكل المنظمات ومركزات المنظمات واللجنة العاملة واللجنة الإدارة، ونريد أن نشكر وندعو المتحدثين للتحدث في هذا البانيل. سنعرض جميع لاحقا، ونريد أن نشكر جميع الناس المشاركين والمشاركات في الذين شاركونا في الطريق في إقامة هذا الموديل، وقد تلقينا تجاوبات إيجابية. نحن نريد أن نشكر أيضا للاتحاد الأوروبي الذي منح الفرصة في إقامة هذا المشروع. في خلال هذا اليوم سنعرض هذا البرنامج، في المرحلة القادمة سنسمع إلى هذا الموديل عن طريق هنا التي ستعرضه عن طريق إيتمار، وبعدها سنخرج إلى استراحة، ومن ثم سنواصل البانيل وسنعرض جميع المتحدثات، وبعدها سنخرج إلى استراحة غداء، وبعد استراحة الغداء سنسمع إلى محاضرة من كريك من شمال إيرلندا، وسننهي هذا اليوم بفرق نقاش، مجموعات نقاش، وسنتحدث عن كل المفاهيم التي عالت خلال هذا اليوم. فنتمنى أن يكون هذا يوما ممتعا ومثمرا. شكرا.